على وقع التحركات الدولية البريطانية والأمريكية في المنطقة بهدف تنشيط الركود الحاصل في اتفاق ستوكهولم، توسع ميليشيا الحوثي من دائرة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالتزامن مع تهديدات لها بضرب أهداف حيوية في دول التحالف العربي. الميليشيا الحوثية هددت على لسان قيادات لها باستهداف أهداف عسكرية لدولتي السعودية والإمارات، وأكد المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم جاهزون لإطلاق العشرات من الصواريخ، مضيفاً بأن الحوثي يمتلك مخزوناً كبيراً من الصواريخ الباليستية. الأهم في تصريحات ناطق الحوثيين هو حديثه العلني عن إنتاج جديد لصواريخ باليستية محلية الصنع، فضلاً عن تأكيده دخول سلاح الجو المسير لما سماه معركته مع العدوان. ووفق سريع فإن هذا السلاح قادر على توجيه ضربات لأهداف عسكرية إلى عمق الرياض وأبوظبي. تأتي التهديدات الحوثية بالتزامن مع جهود مكثفة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث ونشاط ميداني لرئيس بعثة المراقبة الدولية لوليس غارد، وهي الجهود التي ترفض حتى الآن مجرد الإشارة إلى الحوثيين كطرف معرقل. ومع أن التحركات البريطانية والأمريكية الأخيرة طالبت الحوثي بتسهيل مهمة تنفيذ اتفاق الحديدة، إلا أن الحوثي مستمر ليس فقط في تهديده بضرب الأمن القومي لدول الخليج، بل أيضا في ضرب أهداف عسكرية للجيش في الحديدة وغيرها، وهو ما يخلق حالة من التساؤلات المتكررة عن سبب اكتفاء المجتمع الدولي بتحذير الحوثي بدل معاقبته.